وقال جورج برنارد شو فيلسوف بريطانيا في القرن العشرين، قال: أكاد أرى الإسلام دين أوروبا في أواخر القرن العشرين. أتعبتني هالعبارة، ذهبت أبحث، قالها عام 1935: أكاد أرى الإسلام دين أوروبا في أواخر القرن العشرين. يا جورج برنارد شو، على ماذا اعتمدت؟ اعتمدت على ماذا؟ بعد بحث طويل اعتمدت على الله، وجدت أن جورج برنارد شو قرأ الرأسمالية قراءة متأنية، فقال: الرأسمالية تحمل في داخلها بذور فنائها، لأنها تسحق الجميع من أجل أفراد. قرأ الشيوعية وجاء مبدأها أيضا الاقتصادي الاشتراكية والسوشاليزم، قال: تحمل في داخلها بذور فنائها الاشتراكية، تسحق الأفراد من أجل المجموع. طيب وبعدين؟ قال: لكن الإسلام، قرأه قراءة جيدة، فقال: الإسلام يحمل في داخله بذور بقائه، ولذلك الغرب سيجرب الرأسمالية والاشتراكية والشيوعية والعلمانية وسميها ما شئت، لكن لا يصلح للغرب إلا مبادئ الإسلام. قال عبارته المشهورة: أعلم أن الإسلام هو الدين الحقيقي بين مجموعة الأديان الموجودة على الأرض، أعلم ذلك، الذي لا أعلم لماذا لا أدخل في الإسلام. هو صاحب العبارة يقول: إن العالم بحاجة إلى رجل مثل محمد يعيد السلام إلى الأرض وهو يحتسي فنجانا من القهوة. تقولون بالسيف، محمد يعيدها، يعيد السلام فبالفعل له كتاب، أروع كتاب خرج في أوروبا على مسؤوليتي، كتاب جورج برنارد شو اسمه Genuine إسلام، اختفى من كل المكتبات. لماذا؟ لأنه أنا لم أراه حتى الآن، أبحث عنه. هذا الكتاب أتمناه لأترجمه خلال فترة قصيرة، وأريد أن أعممه، وأريد طلابنا في الجامعات. هذا الكتاب تحدث عن عظمة الإسلام كما لم يتحدث حتى المسلمون، فخاف الغرب، قال: الغرب إن قرأ هذا الإسلام الذي ألفه مسيحي نصف الغرب سيدخل في الإسلام بسبب هذا الكتاب، لذلك اختفى عن الإسلام. لكن له كتاب عن سيدنا محمد، وهذا الكتاب عندي وبالعربي وبالإنجليزي، وكتاب حقيقة أنصف محمد ومن محبي محمد. وليس فقط هو، لما نأتي الكثير يعني الحقيقة من الغربيين عندما يعملون العقل ويفكرون بتجرد يوصفون الإسلام، إلى درجة أنني أتمنى أن أمة محمد كلها تراجع حضارة الأمة، حضارة الإسلام، تراجع مراجعة جيدة لترى أننا الآن أخطأنا الطريق، وأننا ليس أمامنا إلا العودة إلى الله. أحبابي في الغرب قبل 11 سبتمبر كان العدد يعني لا يتجاوز حتى 25,000 أمريكي يدخلون في الإسلام سنويا. فعلت أمريكا والغرب كل ما بوسعهم لتشويه الإسلام والإساءة للمسلمين ومحاربتهم في كل حدث وحديث. لكن الذي حير الغرب، يقولون بعد 11 سبتمبر الداخلون في الإسلام 4 أضعاف ما قبل 11 سبتمبر، وهم متحيرون، يقولون لا نعرف لكيف ينساب هذا الإسلام بهذه الطريقة. ذكرنا سيدنا محمد، وتذكرت أنه عندما بنى الإنسان وبنى الدولة، الإنسان على مبدأ التوحيد والدولة على مبدأ العدل، في خلال نصف قرن ساح الإسلام على نصف الكرة الأرضية. اللهم أعظمك يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. أحبابي الآن لابد من العودة إلى الله، العودة إلى ما ذكرنا به: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا،
كتاب الله وسنتي عضوا عليها بالنواجذ. أنا نريد لما يأمرنا بالتمسك، ما هو ما نحطه عندي في البيت،